زف الناطقة الرسمية باسم القصر الملكي إلى الشعب المغربي أن الله تعالى الوهاب المنان أنعم يوم الأربعاء على صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد بمولود أطلق عليه صاحب الجلالة الملك محمد السادس أسره الله اسم صاحب السمو الأمير مولاي عبد السلام. وفيما يلي نص بلاغ من الناطقة الرسمية باسم القصر الملكي السيد عبد الحق المريني: يسعد ويشرف الناطق الرسمي باسم القصر الملكي بأن يعلن للشعب المغربي بأن الله تعالى الوهاب المنان أنعم يومه الأربعاء فاتح ذي القعدة 1443 هجرية الموافق لفاتح يونيو 2022 على صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد بمولود ميمون أشرق بطلعته البهية على الأسرة الملكية الشريفة. وقد تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيدها فأطلق عليه اسم صاحب السمو الأمير مولاي عبد السلام. وبهذه المناسبة السعيدة يرفع الناطق الرسمي باسم القصر الملكي إلى جلالة الملك أعزه الله أصدق عبارات التهاني وأجمل الأماني، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وإلى عاقلته صاحبة السمو الملكي الأميرة للا أم كلثوم عبارات التبريك والتهاني، داعين المولى جل وعلا أن يجعله طالع يمن وبركاته وأن ينبته النبات الحسن. وبهذه المناسبة نشر الفنان المغربي سعد المجرد صورة للأمير مولاي رشيد رفقة ابنها وعلق على الصورة قائلا: ألف مبروك سيدي مولاي رشيد، اللهم اجعله مولود السعادة إن شاء الله واحفظه من كل شر. حيث لاقت تدوينة سعد المجرد الكثير من الإعجاب والتعليقات.